تزامنا مع موسم العودة للمدارس، تواصل وزارة الصناعة والتجارة حملتها التوعوية والرقابية للقطاع التجاري والمستهلكين تحت شعار ترانا موجودين. ولفتت وزارة الصناعة والتجارة القطاع التجاري إلى ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها والتعاون مع فرق التفتيش لأهمية هذه الحملات في ضمان توفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة بما يحقق المصلحة العامة. من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على خلق بيئة استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية والاستدامة وتعزيزاً لمبادئ حماية المستهلك في الأسواق المحلية لمملكة البحرين، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة حملة توعوية ورقابية للقطاع التجاري والمستهلكين في مملكة البحرين تحت عنوان مع موسم العودة للمدارس ترانا موجودين. حملة توعوية ورقابية مع موسم العودة إلى المدارس ترانا موجودين تهدف أيضا هذه الحملة إلى تعزيز الدور الرقابي على الأسواق والمحلات التجارية وسلامة العروض الترويجية والتخفيضات والضوابط السليمة لعرض الأسعار، مما يسهم في خلق بيئة تتسم بالشفافية وسهولة التسوق والتصدي للعمليات التجارية المضللة والقش التجاري، وبذلك يسهم في خلق بيئة استهلاكية وسوق تجاري آمن وموثوق للجميع. طبعا نحث القطاع التجاري على التقديم حق طلبات الترخيص حق العروض الترويجية والتخفيضات عبر موقع الوزارة الرسمي أو عن طريق bahrain.bh، طريقة سهلة جدا ويمكن من خلالها إضافة كافة المستندات والمعلومات المطلوبة لإقامة العروض الترويجية والتخفيضات. طبعا يمكن المستهلكين لتقديم الشكاوي أو الاستفسارات عن طريق قنوات التواصل مع إدارة حماية المستهلك، عن طريق مركز اتصال حماية المستهلك على 1700 7003، أو عن طريق نظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل. تهدف الحملة التوعوية والرقابية ترانا موجودين إلى إثراء المعرفة لطرفي العلاقة التجارية بالأسس والمعايير التي تقوم عليها عملية البيع والشراء ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات لطرفي العلاقة التجارية المتمثلة في القطاع التجاري والمستهلك، كما تسعى الحملة أيضا إلى تعزيز الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتأكد من سلامة العروض الترويجية والتخفيضات والضوابط السليمة لعرض الأسعار. نواصل في إدارة التفتيش جولاتنا الرقابية في جميع محافظات مملكة البحرين على الأسواق والمجمعات التجارية، خصوصا بالأخص المتعلقة بالعودة للمدارس. نتأكد من الأسعار، نتأكد من صحة العروض الترويجية، نتأكد أيضا من توافر المستلزمات المدرسية والقرطاسية، بالإضافة إلى ذلك التأكد من عدم التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو أي ممارسات قانونية. لله الحمد لم يتم رصد أي مخالفات جسيمة بهذا الموضوع، وإنما تم رصد مخالفات بسيطة تم تعديلها في نفس الوقت. نحب نشكر أصحاب السجلات التجارية على تعاونهم معنا، أيضا نحب نشكر أصحاب المؤسسات المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين على تواصلهم الدائم معنا وتقديمهم البلاغات والملاحظات الدائمة بخصوص المخالفين للإدارة. تسهم الحملة الرقابية والتوعوية في التصدي لأي ممارسات تجارية مضللة أو غش تجاري وغيرها، وذلك عن طريق تكثيف الجولات التفتيشية والتفقدية من قبل إدارة التفتيش بالوزارة على الأسواق المعنية بكل ما له صلة بموسم العودة للمدارس، بما يعزز التزام المحل التجاري بالقوانين المنظمة لها وضمان توافر وتعدد السلع المناسبة للموسم. نفذت إدارة التفتيش وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة حملة تفتيشية وتوعوية للتأكد من توفر المستلزمات والأدوات المدرسية وصحة العروض الترويجية الخاصة بها. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.